Hey everyone, how are you today? We are your English teachers at Hibatullah Schools. We hope and pray to see you happy each time and day. Today, our lesson will be grammar. We will talk about going to. Going to means سوف. معنى going to هي سوف. First of all, we will talk about the usage of going to. We use going to talk about future plans or intention that we have already made the decision before speaking. يعني احنا بنستخدم ال going to لحتى نحكي عن الخطط المستقبلية النوايا او الاهداف اللي احنا بنكون مخططين لها قبل الكلام. يعني انا بكون في عندي شغلة انا حابة اعملها مخطط اني اعملها. Okay. فبنستخدم قاعدة الـ going to لحتى نحكي عن الخطط المستقبلية عن الأهداف اللي إحنا ناويين إننا نقوم فيها. الاستخدام الثاني لـ going to, okay, we use the going to make predictions about things we can see. إنه ممكن نستخدم الـ going to لحتى نحكي عن تنبؤات أو توقعات حسب مشاهدات ووقائع عم تحصل أمامنا. خلينا نشوف ايش يعني prediction ايش يعني future plans. نشوف اول شيء بداية الامثلة examples اللي عندنا لحتى توصل الفكرة ونعرف ايش يعني prediction ايش يعني future plans. The first example, Ahmed is a clever student, so he's going to be a doctor. Ahmed طالب ذكي لذلك هو سوف يصبح طبيب. هون عملنا هاي الجملة حكينا انها prediction. كيف يعني prediction؟ ايش يعني تنبؤ او توقع؟ هلا انا شايف انه احمد طالب ذكي جدا. هلا الطالب الذكي اوكي انا بتوقع بالمستقبل انه سوف يصبح طبيب. كيف عرفت انه صح رح يصبح طبيب؟ حسب انا مشاهدات انه شايف ان هذا الطالب ذكي جدا فتوقعت او تنبأت له بالمستقبل انه يصبح طبيب. مثال اخر اقرب حتى تبين لنا ايش يعني prediction. هلا مثلا اوكي بتطلع على الجو بشوف انه هيك في غيوم بشوف انه في رياح فبحكي بيني وبين نفسي انه it's going okay to rain. اوكي it's going to rain انه سوف تمطر. كيف عرفت انه الجو رح يمطر؟ حسب مشاهدات انا شفتها. طلعت على السماء شفت في غيوم شفت في عندي انا رياح فتوقعت انه بحكي الدنيا رح تمطر. هاي هي البريدكشن او التنبؤات او التوقعات. مثال اخر مثلا احنا كنا بحديقه ببارك شفنا ولد او صبي هيك شوي حركته زياده وعم مثلا بيلعب بالمرجحه. هو بيلعب فيها كان بيلعب يعني مش جالس عليها بطريقه صحيحه مثلا واقف عليها وقوف مثلا بيلعب بطريقه خاطئه وعم بيرفع المرجحة للأعلى. فأنا بناء على مشاهدات شفت هذا الولد عم بيلعب بطريقة خاطئة ممكن إني أحكي he's going to fall سوف يسقط. كيف عرفت إنه هذا الولد رح يسقط؟ بناء على مشاهدات عم حصلت أمامي وقائع وأحداث واقعية عم تحصل الآن أمامي. لهيك أنا استخدمت الـ going to لحتى أتنبأ بشيء أو أتوقع شيء ممكن يحصل حسب مشاهدات أنا شايفتها أمامي. أما بالنسبة لـ future plan هي خطط المستقبلية هذا الشيء أنا بكون مخططيت له من قبل. مثلاً عندي الإكزامبل اللي أمامكم على الشاشة. Kate and Tanya are going to help their mom on Friday. Kate وتانيا سوف يقومون بمساعدة والدتهم يوم الجمعة. هلأ كونه في عندي أنا دليل زمني ببين وقت أو تاريخ أو زمن معين هون بنحكي عنها future plan يعني خطط مستقبلية. أنا بكون مخططة لهذا الشيء قبل لحظة الكلام. هذا هو الفرق بين الـ prediction والـ future plan. طيب خلينا الآن سوا نشوف الأمثلة اللي أمامنا لحتى نتعرف أكثر على الـ prediction or future plan. Look at the pictures and write if it is prediction or future plan. عندنا الآن هون أمثلة أو pictures اللي أنتم شايفين.
طالب مني إني أنا أحدد هل هاي الصورة prediction تنبؤ توقع أو future plan خطط مستقبلية أو نوايا. في البداية مجرد ما شفنا دليل زمني عندي Saturday, Monday أي زمن بيكون بالجملة هذا بيدل على future plan على خطط مستقبلية لأنه واضح الزمن اللي أنا ناوية أعمل فيه هذا الشيء. أما بالtwo pictures اللي عندي هون أوكي زي ما أنتم شايفين ما في عندي دليل زمني، أنا عم بتفرج على الصورة أوكي ومن خلال هاي الصور ما في عندي دلائل زمنية، لكن مشاهدات أنا شايفيتها بحكي مثلا مايك أند نينا are going to ride the camel أوكي وعندي هون فيليب is going okay to swim in the pool. هون هاي عبارة عن prediction تنبؤ أو توقع حسب مشاهدات أنا شايفتها، لكن مجرد ما شفنا دليل زمني بالجملة هاي رح تكون عبارة عن future plan. أوكي طيب نيجي الآن على القاعدة. قاعدة جدا سهلة وبسيطة، رح نقسم القاعدة ل 3 parts لثلاث أقسام أو ثلاث أجزاء بالاعتماد على الفاعل. أول شيء رح نستخدم الفاعل المفرد، بعد هيك رح نستخدم الفاعل للجمع، وبعد هيك رح نستخدم الفاعل في حال إذا كان الفاعل on. نبدأ في حال إذا كان الفاعل مفرد سواء كان ضمير أو اسم، he أو she أو it or any singular noun أو أي اسم مفرد أي شيء مفرد دائما نستخدم معه is، نستخدم مع الفاعل المفرد is. وحسب قاعدتي رح نستخدم ال going to، دائما بعد ال going to رح يجي عندي ال verb infinitive. أوكي ال verb رح يكون infinitive form or ال base form فعل مجرد بدون أي إضافة. طيب نشوف ال examples اللي عندنا. She is going to clean her room tomorrow. She مفرد. The verb to be المستخدم لإلها اللي هي is. قاعدتي going to هي سوف. وعندي الفعل clean مجرد. فعل infinitive. Base form. Verb 1. She is going to clean. هي سوف تنظف غرفتها. Okay. Tomorrow. هون tomorrow بتدل على future plan. خطط مستقبلية. لأنه في عندي دليل زمني اللي هو tomorrow. He is going to play volleyball this afternoon. He مفرد نستخدم معها الـ verb to be is. Going to والفعل مجرد اللي هي play. هو سوف يلعب volleyball هي كرة الطائرة this afternoon هذا المساء. برضو هاي عبارة عن future plan لأنه في عندي دليل زمني اللي هو this afternoon. هذا بالنسبة للفاعل إذا كان مفرد. أما في حال إذا كان الفاعل جمع سواء كان ضمير pronoun or noun أو اسم we, you, they هدول هم الضمائر أو أي اسم جمع plural noun دائما مع الجمع نستخدم are, going to برضو الـ verb infinitive اللي يجي بعدهم دائما الفعل مجرد. شوف الـ examples. They are going to drink a glass of milk. هم سوف يشربون كأس من الحليب. هاي رح تكون عبارة عن prediction توقع لأنه ما في عندي دليل زمني. ممكن أنا شفتهم كل واحد فيهم ماسك كأس من الحليب. حكيت إنهم سوف يقومون بشرب كأس من الحليب. عندي we example الثاني. We are going to watch TV tonight. We جمع نستخدم معها are going to. عند الفعل watch هون مجرد verb infinitive. Okay, TV tonight. نحن سوف نشاهد التلفاز الليلة. هون عندي هاي future plan لأنه في عندي دليل زمني هي tonight بمعنى الليلة. ننتقل على القسم الثالث في حال إذا كان الفاعل I. دائما إذا كان الفاعل I نستخدم معه verb to be اللي هو am. I am going to يجي بعدها برضو كمان الفعل مجرد بدون أي إضافة أو تعديل. I am going to play tennis today. أنا سوف ألعب تنس اليوم. I am going to come
to the party tomorrow. أنا سوف أذهب إلى الحفل غدا. برضو هدول كلياتهم عبارة عن future plans لأنه أنا في عندي هون دلائل زمنية بتدل على متى أنا رح أقوم بالفعل. طبعا عندي الآن بهذا السلايد زي ما أنتم شايفين رح نحكي عن long form والشورت فورم. long form هي بدون اختصار، أما الشورت فورم هي باختصار. أنا رح أختصر الفاعل اللي هو subject مع الverb to be. باللونج فورم he is going to بالشورت فورم he is going to she is اختصارها she is it is it's going to they're going to we are going to بتصير we're going to you are going to you're going to I am going to I am going to هاي بالنسبة للونج فورم والشورت فورم. حكينا احنا نختصر الفاعل ضمير الفاعل مع الverb to be. طيب ننتقل الآن على الانديكيتورز أو الكيوردز تايم ماركرز. اوكي هي الدلائل الزمنية يمكن نستخدمها بهاي القاعدة. حكيت لكم من قبل إذا شفنا دلائل زمنية اوكي هاي رح تكون عبارة عن future plans خطط مستقبلية. عندي tonight الليلة this plus time يعني this week this month this year okay this summer هذا الأسبوع هذا الشهر هذه السنة next plus time next يعني القادم next week الأسبوع القادم next summer الصيف القادم next semester الفصل القادم next Monday الاثنين القادم. الدليل الرابع أي تاريخ بدل على المستقبل okay رح نعتبره من دلائل هاي القاعدة. عندي كمان tomorrow بمعنى غدا in the future في المستقبل soon قريبا on plus weekdays on مع أيام الأسبوع on Tuesday on Wednesday. نيجي الآن على حالة النفي the negation or negative form. هلأ to make negative sentences or to make a negative sentence we add not after verb to be رح نضيف not بعد الverb to be اللي هم is أو are أو am عشان نكون جملة منفية رح نستخدم النوت في حالة النفي. وين رح يكون مكان النوت؟ رح نحطها بعد ال is إذا كان الفاعل مفرد بعد ال are إذا كان الفاعل جمع وبعد ال am إذا كان الفاعل I. هلا إذا كان الفاعل مفرد سواء كان he or she it أو أي اسم مفرد رح نستخدم بحالة النفي معهم isn't باختصار أو is not باللونج فورم قاعدتي زي ما هي going to مع الverb infinitive. For example she isn't going to clean her room هي لن تقوم بتنظيف غرفتها سوف لن تنظف غرفتها. He is not going to play volleyball this afternoon هو سوف لن يلعب كرة الطائرة اليوم. في حال إذا كان الفاعل جمع تستخدم حكينا aren't أو are not. For example, they aren't going to drink a glass of milk. هم سوف لن يشربوا كأس من الحليب. We are not going to watch TV tonight. سوف لن نشاهد تلفاز هذه الليلة. في حال إذا كان الفاعل I نستخدم not بعد ال am. Okay. وهون برجع بحكي إذا لاحظنا لما استخدمنا ال isn't أو ال aren't اختصرنا اختصرنا الـ is مع الـ not برضو كمان اختصرنا الـ are مع الـ not صار عندي aren't. لكن في حال إذا كان الفاعل I الـ am أبدا ما بنختصرها مع الـ not. إذا ممكن نختصر رح نختصر فقط الـ I مع الـ am بتصير I am not I am not و am not أوكي؟ ما بصير أبدا أختصر الـ am مع الـ not أوكي؟ نشوف الـ examples. I am not going to play tennis today. أنا سوف لن ألعب تنس اليوم. Example الثاني I'm not going to come to the party tomorrow. سوف لن أذهب إلى الحفل غدا. هاي في حال إذا كان أنا عندي هون نفي. في حال yes no question إذا أكون أنا سؤال أوكي رح نحط الverb to be في البداية بعدين رح نستخدم الفاعل بعدين ال going to. For example إذا كان الفاعل مفرد رح نستخدم is بعدين الفاعل المفرد
مع الـ going to. For example, is he going to play volleyball tonight?